برأيك أستاذة نسرين في البداية، ما أسباب تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية في القارة الإفريقية بالرغم من الميزانيات التي تنفق حاليا على أجندة التنمية في هذه القارة السمراء؟ في البداية أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. هنجد أن أسباب انتشار التنظيمات الإرهابية في القارة الإفريقية مجموعة من الأسباب، منها تفاقم الصراعات الداخلية والنزاعات المسلحة النشطة في دول القارة الإفريقية، ومنها على سبيل المثال في الصومال وجنوب السودان ومالي وإفريقيا الوسطى ونيجيريا. كل هذه الدول تعاني من صراعات داخلية مسلحة تستغلها هذه التنظيمات الإرهابية للتمدد والانتشار في هذه الدول، مستغلة الظروف الصعبة التي تعانيها هذه المجتمعات من الفقر والبطالة وانتشار معدلات الجوع و ظهور أزمات وكوارث عالمية، ومنها ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر بشدة على القارة الإفريقية، وهو ما ظهر جاليا في التداعيات السلبية لهذه الظاهرة من الفيضانات والكوارث الطبيعية والتصحر الذي أصبحت تستغله هذه الجماعات الإرهابية، ومنها على سبيل المثال حركة الشباب في الصومال التابعة لتنظيم القادة أصبحت تستغل أزمات الجفاف والتصحر في الصومال لتجنيد مزيد من العناصر في المجتمعات المحلية وتحديدا في المجتمعات الريفية في الصومال لتجنيد أنشطتها في ظل التشابك بين ظاهرة الإرهاب والظواهر الأخرى من الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود مثل الإتجار بالبشر. فأصبحت الجماعات الإرهابية تستغل ظاهرة العصابات الإجرامية وخاصة في نيجيريا وإطار بحيرة نطاق بحيرة تشاد التي تضم نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر في تمويل عملياتها الإرهابية. تستغل هذه العصابات كمصدر لتمويل العمليات الإرهابية من أشكال الفدية والابتزاز وغيرها من أشكال العمليات التهريب غير المشروع عبر هذه الدول. وأصبحت ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية ليس قاصرة على دولة إفريقية بعينها، بل امتدت في كافة ربوع القارة الإفريقية من شرقها إلى غربها حتى وسطها وفي الجنوب الشرقي منها. وأصبحت التنظيمات مثل داعش الآن في القارة الإفريقية تتمدد بشدة وتكون ما يطلق عليه الولايات أو الأفرع لتنظيم داعش الأم، وخاصة الولايات الجديدة في منطقة غرب إفريقيا وولاية وسط إفريقيا.